الشيطان الرجيم، ايه اللي بتعملوه ده؟ حرام كده يا اختي. استهدي بالله، استهدي بالله، ادعي له ان ربنا يسامحه ويغفر له بدل ما تراعي بالصوت الحياني ده. يا جماعه والله ده حرام، الموت مش بعيد عننا، ده ممكن نفس من الحقش ناخده كمان. صلوا على النبي. عشان كده لازم نامن نفسنا في الدنيا دي من صلاه وعباده ونطيع ربنا ونتصدق على قد ما نقدر. ما نستناش بقى اولادنا لما نشحت منهم صدقه ولا دعوه. عشان كده الميت بتنقطع كل صلته بالدنيا الا الصدقه وولده الصالح يدعي له. مين على مراته ايه دلوقتي؟ ينفع دلوقتي؟ استهدي يا اختي كده بالله عشان صحتك. يا والنبي كان حنين، نبي يستاهل القهر الله يرحمه. بل وحياه ربنا ده كان دايما يعمل جمعيات يفك بيها زنقه المحتاج. حرام عليك يا صفية. يا حاجة بس خطفت يا منصور. صلي على النبي. صلي على النبي. خطفت يا اخويا. يا حبيبي يا لهوي. لا اله الا الله. يا لهوي. اسكت يا سعدية. فلوس الجمعية منها راحت. يا لهوي، شقة 6 أشهر ضاع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أقولي لعبد الله يا صفية عندك عيش ناشف؟ أصل أنا عاملة نابل. ده وقت يا منصور، ده وقت تموت فيه يا منصور. ليه يا منصور؟ يا لهوي ده وقته. يا لهوي يا لهوي. ادي الاسود ده بالله من لابساه. اكل حقي، اكل حقي. ما هاش علي قبل ما يموت يقول اي حد علي ايه للناس. عندكيش حاجه عايزه تخلصي اليوم اخدها بالمره؟ مالك ياما؟ مالك؟ مفيش حاجه. بتعملي ايه؟ بتعيطي ليه ياما؟ عشان فلوس الجمعيه؟ يا اختي قطعه الجمعيه اللي عايزها. ياه ياما، انت ما بتطلبوهمش من ابنه ليه؟ يا بنت سيبيني في حالي، ما تخلينيش بقى اطلع على نفسي جزمه وولع في روحي. خليكي كده ياما، خليكي كده، انكتي في نفسك. مش عاوزه اتجوز ياما، مش عاوزه اتجوز، ريحي روحك. سعيد، الباقية في حياتك يا اسطى. حياتك الباقية يا صلاح. لا مؤاخذة يا اسطى، بس كنت عايزاك في موضوع كده. خير يا صلاح؟ بص يا اسطى، الجمعية بتاعت امي اللي هي كانت عاملاها مع المرحوم ابوك، هي بس كانت مكسوفة تكلمك، بس ده دين عليه يعني لازم تسدوه. انتوا ايه يا ناس؟ مفيش حد فيني حصوت ملح. الراجل لسه دابه ما شيلش في طبيعته فلوس اللي عايزها امك يا صلاح. في ايه يا اسطى؟ هو انا جاي اشحت منك؟ وكان ايه اللي حصل؟ انا بقولها قدام كل الحاره، ما حدش يسالني في فلوس عند ابويا، والدكانه اهي قدامكم فاضيه على فاضل كريم. وابويا الله يرحمه ما جابش سيري لا جمعيات ولا بوتيكات ولا يحزنونا يا ست صباح. صلى على النبي يا سعيد. واحد لا كده. طب ايه يا بنت؟ طب ايه يا مصطفى؟ ايه يا ماما؟ انا بطلب حقنا بس يا ولادتي. وهي لك حال كسر حقك؟ كنت حد قال لك اعملي حاجه؟ يوه يا ماما اتفننا يعني مالناش راجل. خلاص يا بنت، بدل ما تفنك هنا. خلاص يا ماما عايزين حقنا يا ماما. كسر حقك انت، خشي جوه. ايه يا بابا؟ غسلت المواعيد؟ خش اكمل. ما ترد على التليفون ده وتخلصنا يا سيدي. لا يا حاج، ده حد مش مهم. ما طول ما انا موجود هنا مفيش حد مهم بيطلبك، كل حد مش مهم، مش كده؟ هو في حد اهم منك يا حاج برضه؟ ده والله. يا ابني ما ترد بقى. يا ترد، بقول لك يا ولا شوي.
انزل اسرع في الحاره شويه، روح اقف على النص. روح. لا لا يا حاج، انا عايز اقعد معاك شويه. استغفر الله العظيم، ربنا يهديك يا شوقي يا ابن زينب. عارف يا واد يا شوقي يا ابني، زمان وانا عيل صغير وانا اصغر منك بكتير، كان جدك الف رحمه ونور عليه. طيب لما قوم انا بقى تقومي فيه؟ مش لما تسمع الحكايه يا زينب يا اخويا. سمعتها كتير قبل كده، سمعها له هو. معلش اصل انا تعبان، عايز ارتاح شويه. طب يا اختي خشي ريحي. مطروح روح ريح ورا المكروه. لا 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 يا حاج، انا عايز اسمع بجد يا ولا. زمان يا شوقي وانا اصغر منك بكتير، جدك الف رحمه ونور عليه قرر ان احنا نسيب البحيره وننزل نعيش في القاهره. ستك الف رحمه ونور عليها اول ما عرفت الموضوع ده عملت مندبه، اصل الله يرحمها كانت فاكره ان مصر دي كباريه. اه والله كباريه، وان اللي ينزل يعيش في مصر يبقى ضاع باظ. الظاهر ان كان عندها حق. ليه بس يا حاج؟ ما انت اتربيت في مصر يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. انا انما انت مش ما شاء الله. معلش يا ابني ما تزعلش مني، انا نفسي يا واد يا شوقي اشوفك كويس، نفسي افرح بيك. عارف يا ولد اول ما نزلنا مصر جدك الف رحمه ونور عليه وداني كتاب الشيخ ابو سريع. يا سلام، كانت ايام. انا اتعلمت في الكتاب ده صح، اتعلمت القران والنحو واللغه. شوف انت واخد دبلوم ما بتعرفش عربي كويس وبتغلط في التشكيل وانت بتقرا القران. ادي ادي اللي انا شايفه منك. يعني لو كنا فضلنا في البحيره كان حنا بقى غير كده خالص. يعني يا حاج هم اللي متربيين في بلدنا طالعين 10 على 10 في العربي؟ طب ما هو في ناس ما تعلموش من اساسه وشغالين في الارض. انا مش قصدي كده بس، انا قصدي الحياه بشكل عام. يعني تفتكر في حد في بلدنا هناك ممكن يقص شعره قصه زي اللي انت كنت عاملها، ولا يلبس بنطلون ساقط من على وسطه؟ في حد يعمل كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما ترد على التليفون وخلصني. خلاص يا حاج كنسلت اهو. كنسلت كايه؟ كنسلته. انت بتجيب الكلام ده منين؟ الملف السعدي يا ولد. ما هو ده بقى يا حاج اللي انا عايز اقوله لك. احنا جيل مختلف عنك خالص يا حاج، احنا لينا تفكير تاني وكلام تاني ومتطلعات تانية خالص يا حاج. تفكير ومتطلعات؟ طب ممكن تطلعني على المتطلعات دي؟ ممكن تديني نظرة كده لتفكيرك؟ شايف مستقبلك ازاي؟ قول، سمعني، اطربني. يعني يا حاج يعني انا نفسي اشتغل شغلانة كويسة يجي لي منها قرشين كويسين قوي، واشوف لي بنت كده اتجوزها تكون كويسة ويكون اهلها ناس كويسين قوي، ويعني نعيش في حتة كويسة ونخلف عيل كويسين قوي. كله كويسة كويسين قوي، مفيش سيرة ربنا في الموضوع. مفيش ربنا يقدرنا، ربنا يكرمنا، ربنا يسهل لنا. مفيش حاجة صعبة قوي تقدر تعديها وتتجاوزها، كله كده. استغفر الله العظيم يا رب. عرفت بقى اللي انا بقول لك عليه؟ خسارة، جيل تافه، جيل ملوش اي طعم ولا اي معنى. رد رد يا اخويا على التليفون، رد. ما الحكومه عملت لكم موبايلات كويسه عشان تبعدوا عنها قوي وتضيعوا وقتكم في كلام فارغ قوي، وهي تلم من وراكم فلوس كتير قوي قوي. روم قوم هات من وشي، قوم ريح جنب امك عشان تنام نومه كويسه قوي. قوم. ربنا يهديك يا شوقي يا ابن زينب. استغفر الله العظيم يا رب. قولي نعمل ايه يا سعد يا اختي؟ اجلي الدخول. هما هيذبحوكي يعني ولا كانوا هيذبحوكي؟ انا اتفقت قدام الاستاذ تمام والجمعيه دي، محدش كان عارف عنها اي حاجه. اسمعي، انا عندي حتتين مواعين ما تبلوش، وديهم لمبيض النحاس هيخليهم قشط وهم يسدوا. يا لهوي، انا كمان هاخد نحاسك يا سعديه. يا وليه وانا بحتاج ايه؟ ده هما الحلتين وكم طبق، ما انتي عارفه ما فيش غير انا والراجل. عادل ابنك اخباره ايه؟ بليش سكت. طب بس الله، في ايه؟ وانا كل ما اسالك عنه تعيطي. اختي انا مش عارفه اجيب الاسود دي كلها منين.
هي الغربة بتعلم الناس الأسوأ كده. 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش إلا جوابين 20 جنيه استرميني من بيته. عملوا ساعتها 200 جنيه. يا لهوي 200 جنيه بس؟ انتي ربنا ما يحوج الشمال لليمين. يا أختي ربنا ما يحوج حد لعياله أبدا. أمين أمين. مش حاجة فلوس بالأمانة، ما هي فلوس، حاجة إن أشوفه بس. يا أختي بقى الواد وحشني أوي. النبي عارف بس بقى. استغفر الله العظيم. القصد أجيب لك النحاس بكرة. أعمل إيه؟ إنطار القطن ب500 جنيه. شوف أنت، مرتبتين ومخدتين كبار ومخدة صغيرة، هياخدوا قد إيه دول؟ عم يبكي وعم بيضحك. ربك هيعدلها. قولي يا رب، قولي يا رب. انت جيت يا ماهر؟ مين بدري؟ وما نبهتش عليا ليه؟ ما انت عارف انا فين. انا كنت بقيت اي لقمه وسلام. ما تنساش لما تروح البلد تبقى تجيب لنا حتتين جبنه قديمه، هم بينفعوا. انا صفية عملت ايه في موضوع الجمعيه؟ اسكت يا ماهر، ده بينها مش هتطول ابيض ولا اسود ولا هتطول مليم احمر. الواد سعيد ده بحر عويص. صفية دي غلبانه، ربت البنت بطلوع الروح وهي مش عارفه تجوزها. انا قلت ادي لها حتتين نحاس وهم ينفعوا. ايوه ايوه، افضل انت فارق يمين وشمال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديكي حتى عيالي. هو الواد عادل ما كلمكش؟ بقى يخاف يكلمني اطلب منه فلوس. لا واد ولا بنت نفرونه، نزيهم يا سعديه نزيهم. انت محتاجه حاجه؟ لا يا اخويا نشكر الرب، يعني هنموت من الجوع؟ ما سمعناش ان حد مات من الجوع. وحتى لو هموت من الجوع عمري ما هطلبها بلساني، وهي مره وانا عادي تعود وانت السبب. اسكت يا ماهر، اللي انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكر الحكايه دي. يجوا يتفرجوا على ام محمد بيضه، ده ابنها بيبعت لها كل شهر شيء وشويات، اشترت حته ارض وبنت بيت في الفصل يرد الروح. بص يا سعديه، انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري، انا عايز اجد بقيت عمري مستور. امين يا اخويا امين. اتفضل يا عم كامل، اتفضل. تشكر يا حبيبي. اقعد يا عم كامل دقيقة واحدة بس، معلش. خد راحتك. أما ياما جتك خيبة، خطتني يا واد. بقولك ايه يا عم كامل، بره استوري نفسك. انت وانا ايه؟ شايفني لابسة شفتشي؟ تعالى يا كامل، خش يا واد. يا ساتر، السلام عليكم. ازيك يا حاجة؟ ازيك يا حبيبي، كبرت يا واد. ازيك وازاي ابوك؟ ابويا ايه، تعيش انت من زمان؟ قطيع، طول عمره بنموت. اقعد يا اخويا اقعد، تشرب ايه؟ لا مش هقدر يا ست كل، طول عمرك ست كرم. اصل سايب الدكان لوحدها. يلا يا ابني اتصرف، شوف فيشه وركب اللمبه. واد انت واقف تتفرج يا واد، اجري اعمل شاي بسرعه، ولع بابور الجاز، انا بخاف من الانبوبه دي الزفته دي. ودلوقتي بواجير مش لاقي فيشه. هتلاقي عندك ورقه طبليه. يا ستي قطيع، هتقطع الصور ولا عايزه تصور؟ حلوه قوي قوي المصطبه اللي انتوا عاملينها دي. يلا يا حبيبي اتكل على الله، زق عجلك. يلا مالكم تلحين لي كده ليه؟ الله، يلا افتح يا ابني. اتفضل. شفت يا سيدي الاشكال دي بقى؟ ها لو انت بقى اللي بتفتح لوحدك، كنت عملت معاهم ايه دول؟ كنت هعمل ايه بس يا بابا؟ كنت هعمل زي ما حضرتك عملت بالظبط. اهو ده بقى اللي انا مش عايزه، مش عايزك انا تتصدر للحاجات دي يا اخي. يا بابا انا مش عيل صغير، وبعدين يعني ما تخافش عليا للدرجه دي.
يا تامر لما كنتش اخاف عليكم مالا اخاف على مين؟ يا ابني انت مش خلاص وصلتني؟ ما تروح كليتك بقى اتكل على الله. مش عايز حاجه؟ لا سلامتك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم. صلاه وسلام. عايزين ما تخلصوش بقى يا فندم. نعم. احلى صباح الفل على عيونك يا صيدله. عايزين ثلاث سرنجات الله يسترك 3 سم. اتفضل يا سيدي. وعايزين بقى انبول طلق الله يخليك. انا مش قادر افهم والله بتعملوا ايه بانبول الطلق ده كل يوم؟ امي بتولد يا دكتور. امك بقى لها سنه بتطلق؟ يا ساتر. عطيه والله العظيم يا دكتور، عطيه من عند ربنا. انت هتلحنها لي يا اخويا. هات فلوس، هات فلوس. اتفضل يا دكتور. هات يا حبيبي. اهلا اهلا نهوتي. ايه الاشكال دي؟ ناس غلابه. الله يكون في عونك يا اخويا، انا ما استحملش الحاجات دي. ما قلتليش بقى انت قلتلي عايزه ايه؟ ايه يا عطيه؟ انت بقيت صعب خالص يا راجل انت. انت مش قلتلي تعدي عليا بعد ما تنزلي علشان تاخدي فلوس؟ نسيت. كام؟ 2000 جنيه. يا لهوي يما، مش كتير كده؟ كتير ايه يا عطيه؟ قسط العربيه يا اخويا وعدينا اول الشهر، مش كده يا عطيه؟ لا حاضر حاضر. ما انا ما كنتش اعرف ان الشهر بيجري كده. لا بيجري. قلتيلي كام يا حبيبتي؟ 2000 جنيه يا راجل. مالك؟ حاضر حاضر، ما قلناش حاجة، عينيا الاثنين اهم. 2000 جنيه. أنا عايز أعرف أنت بتسيب فلوسك هنا في الدرج ليه؟ دماغي مقلوبة يا حبيبتي، وكمان بخاف أشيل فلوس وأنا راجع بالليل بعد ما أقفل، حد من ولاد الإيه يثبتني. على رأيك. طب شوف لي بقى 1000 جنيه زيادة عشان نازلة السوق بعد ما أدفع القسط. لازم أروح السوق النهاردة؟ لازم يا حبيبي، أصلي هشتري حاجة مهمة أوي. لا أدام مهمة بقى يبقى ما منهاش. اتفضلي يا حبيبتي تأمريني. هتتأخر النهاردة؟ وحشتك يا جميل، مش كده؟ لا هقفل واجي وراك على طول. ما تتأخرش عشان عايزاك في موضوع مهم. مهم قوي؟ لا ده مهم يبقى خلاص. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ابني؟ طلب نقل من اسمه يا فندم. انت مش لسه جاي الاسم من شهرين؟ لحقت؟ يا فندم انا في اول مأمورية قتلت واحد عن طريق الخطأ. وبعدين ايه؟ الاسم عتبت وحش عليك؟ يلا روح على شغلك بلاش كلام فاضي. تحت امرك يا فندم. اسمع. امر يا فندم. خد اجازه اسبوع. الف شكر يا فندم. اشربي يا زينب يا اختي. تسلم ايديكي يا اختي. ايش يا حبيبتي؟ الا قولي لي بقى منى عامله ايه دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايفه طول النهار نايمه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب خدي خدي يا حبيبتي، خدي دول تاني. ما انت ما انت بعتي لي قبل كده كتير يا حبيبتي. خير ربنا كتير واولاد الحلال كتير. خدي واستهدي بالله كده بقى، امسكي. الا قولي لي بقى يا وليه، انت انت ما بتصليش ليه؟ الا عمري ما شفتك ركعتيها. النبي يا اختي انا كنت بصلي، ما اعرفش ايه اللي جرالي. هو انت لسه صغيره، انت كبرتي بقى. الدنيا يا اختي ما حدش قاعد فيها ومتفاته. ادعي لي ادعي لي يا زينب يا اختي، بدل بنتي يا اختي. ربنا يهديكي ويهديها قادر يا كريم يا رب. بس صلي يا حبيبتي. هصلي هصلي. طب يلا قوم انا بقى احسن. استاذ تمام زمانه قلقان عليا. ليه لسه بدري؟ انت ما شربتيش شاي. معلش يا اختي، اشربيه انت ومنى. يلا برضو كده بدري من عمرك. يلا سلام عليكي. تسلم خطويكي. الله يخليك يا زينب يا اختي. اسم الله عليكي. السلام عليكم يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. مجبوره الخاطر يا رب. ما تصليش. هصلي باذن الله يا حبيبتي. انت صحيت يا منى؟ هتفضلي تاخدي فلوس من الناس لحد امتى؟ يعني عايزه انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ انت هتشحتي علينا؟ لا هتاكلي منين انت واخواتك؟ فاهميني يا اختي. خلاص هنزل الشغل من بكره. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. هو انا مبسوطه بمادة ايدي للناس؟ الله يرحمك يا زيزو، ما عرفناش امتى غير الايام دي.
وبعدين انا ما بشحتش ولا اخد حاجه من حد. الست كتر الف خير حاسه بظروفنا. لو حد تاني اداكي اي حاجه قولي له بنتي منى بتشتغل. مالك يا حبيبي؟ هو انت يعني كنت قصد تموته؟ ابدا والله يا ابني، الظاهر القلب ضعيف ماليش في الشغلانه دي. يا حبيبي ما تقولش كده، ده انت قدها وقدوه، ده نصيبك. بقولك ايه، ما تقوم تاكلك لقمة. ماليش نفس. لا حول يا رب. راجل غبي ضيع نفسه وضيع عياله، ماشيل المسدس صوت، يا ريته ضربني مسدس حقيقي كان ضميري ارتاح. وانت تعرف منين يا حبيبي ان مش مسدس حقيقي وفيه رصاص؟ استهدى بالله كده وقوم كل لك لقمه علشان تسلب طوله. قلت لك ماليش نفس ومش عايز حد يدخل عليا. ربنا يهديك يا ربنا يهديك يا دنا. يا واد القشرة تخينة كده يا حاجة، مش معقول كده، غمضت عينيكي. وانا اعمل ايه في النور اللي هيعميني ده؟ والنبي انت ما انت فاهم حاجة، ابوك احسن منك، عمره لا قال لي فتحي ولا غمضي. يا حاجة ابويا مات وشبع موت، قلت لك الحكاية دي مليون مرة. يا اما خلاص يبقى انا عندي شغل. ما تروح يا واد شغلك، انت يعني عامل ايه؟ زي قلتك يعني سيب الراجل لوحده يعني. بص يا حبيبي، هي ثانية واحدة، انا عايز الحاجة بس ما تغمضش، ركزي معايا. اهو استنى. هوب ايوه ابتسمي ابتسمي، ايوه حلوه، ايوه جميل جميل، واحد اتنين تلاته، حلو كده. اشهد ان لا اله الا الله. بتشهد يا روح امك؟ طب اطلع بره يا واطي، اطلع بره، لا اقوم لك اكسره. امشي طلع الواد ده بره. ما خلاص امشي ياما، خلاص بقى ياما. تصدق وتؤمن بالله بقى ان انا كنت محضره له جنيه، لكن لا، حر ونار في كلتتك. انت برضه ست طيبه وكمل يا ست الكل، اديله برضه جنيه. ابوك فين؟ الراجل ده ابو مات، وربنا الراجل ده ابو مات، ده شبع موت. نبي ما انتوا فاهمين حاجه. تعالى خد خد، اما اقول لك خد اوام. اخد ايه؟ تعالى بص، 5 جنيه. 5 ايه؟ 5 جنيه؟ استنى بس، اهم اهم، خد يا حبيبي دول علشان الصور. 5 بس؟ ايوه يا اخويا، ده كتير ما تتريقش. وده الجنيه اهو اديه للواد، معلش اللي ما ترباش ولا لقاش حد يلمه. حاضر ياما حاضر. طيب. انا نازل، عاوزه حاجه؟ ايوه تفوت لي على الواد جابر بتاع السلك. قول له يجي يوصل لي السلك، علشان سامعه كده ان في محطه بتجيب احاديث وبتجيب قران. حاضر ياما، بكره يكون عندك ان شاء الله. عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرته. مش اي قط. رامي القط، انا هموت على حته منه. يلا فضلت عمري ليك. مساء الفل يا عم سيد. قشطة عجينة. سعاد خد دول، ها؟ على الفرن جري. ناس كتير ولا هتبيتوني هنا؟ كتير ولا قليل؟ مش شغلك. مالك يا هلا؟ مفيش عم سيد، راسي ورمت وبقبقت. خلي امك تاكلك يا حلو. تاكل مين؟ ده انا اللي باكلها. ما تمشي يلا وبطل لماضي. الله، يلا يا اخويا روح. ماشي وسابت اهو. ما يبقاش على امه، عيل واطي. حاجه بقت باشا، انا طالعه الصبح انشر. يما عايزه حاجه؟ ما تاخريش يا بنت، فوق. حاضر يما. يلا راحه فين يا بنت؟ وانت مالك انت في الراحه والجاي؟ الراحه فين ايه؟ لما تفوق من اللي انت فيه الاول بقول لي راحه فين وجايه منين. اتعد لي يا بنت في الكلام بدل ما اخرم عينك. خش يا حيله على التكايه نام، لا منك ولا كفايه شرك. مش عايز حد يصحيني. مش هنصحيك يا بلطجي، نام يا حيله. سيبك مني. بقول لك ايه؟ يعني اخويا رحت المكتب وقلت عدوني، لا حس ولا خبر. خلاص كله تمام التمام، كل حاجه خلصت. امتى بس يا سيد؟ التأشيرة جت والنبي صحيح. واي يا ولية اسكتي، لمي صوتك. لمي صوتي ده ايه؟ ده انا هرقص وزقطت واملى الدنيا كلها زغاريد. ويهون عليك يا راجل تسكت لحد دلوقتي وما تقوليش. صراحة بقى انا مش عارف انت فرحانه على ايه،
ده انا مسافر وهسيبك انت والبنت سعاد من غير راجل. راجل ده ايه؟ مراتك بألف راجل ومحدش يقدر ابدا يدوسنا على اي طرف. قول لي يا اخويا وناوي على امتى ان شاء الله؟ كل ايام اكون راكب الهوا. بالسلامه يا سيد وامنتك امانه يا اخويا. ما نجيبش رسالة لأي حد خالص وداري على شمعتك عشان تقيد. نفسنا بقى نشم نفسنا شوية ونسطر البيت. بقول لك إيه؟ القرشين اللي أنا فايتهم لك اتصرف فيهم بالعقل، ها؟ حبة حبة، ما تضيعهمش كده أونطة. يعني يا أخويا هجيب لي هدمة جديدة ولا هجيب لي هدمة جديدة؟ ده يا دوبك الغدا والعشاء وحتى كمان إذا اتعشينا. بكرة إن شاء الله هتفطروا وتتغدوا وتتعشوا حمام كمان، والله هتتنغنغوا. ربنا يخليك لي يا سيد يا رب. بس بقول لك ايه؟ عشان خاطري الواد المعفن نايم جوه ده، عشان خاطري يا سيد تشوف لي شغلنا والنبي هناك. حاضر حاضر، اول ما اوصل هبعت له باذن الله. ربنا يخليك لي يا سيد وتروح تجري بالف سلامه يا رب. لا تصالح، لا تصالح ولو منحوك الذهب. اترى حين افقع عينيك ثم اثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. يا جماعة واضح إنكم مش عاوزين تسمعوا شعر النهاردة ولا إيه؟ أقول لكم حاجة لسعد الصغير. العنب 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 أحمر ودمه خفيف. هو أنت يعني يا تقول لا تصالح أو تقول العنب 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 أبو دم خفيف؟ جرى يا طارق؟ أنا خلاص بقت كده يا فاتن، يا شمال يا يمين. عارف مشكلتنا إيه يا طارق؟ إن لما روسيا وقعت وقعنا معاها وبقى شكلنا وحش قوي وبقينا تحت اي مسمى وخلاص. عشان نص الشيوعيين كانوا مدعيين والفقر هو اللي بيحركهم. احنا غير روسيا يا جماعه، احنا مفاهيمنا وافكارنا القوميه لسه موجوده. المشروع العربي وحلمنا بالوحده لسه عايش جوانا. عايش مين يا عم دار؟ انت بس اللي مش عايز تواجه نفسك. قصدك ايه؟ فاكر ايام الجامعه؟ فاكر شكل الشيوعيين؟ 90% منهم فقراء ومتداريين ورا بنطلون جينز واحد وكوفيه مقرحه وشايلين علبه سجاير شوكو وكتابين ثلاثه. خلاص بقينا اصحاب التجار وسياسيين. مش هي دي الحقيقه؟ لا هي دي الحقيقه. لما روسيا وقعت والشيوعيه بقت بلح كل واحد قال اشوف نفسي، وانت اول واحد غيرت مهنتك. أنا غيرت مهنتي بس ما غيرتش مبادئي، غيرت عشان آكل عيش. مفيش حاجة بتتجزأ يا طارق. أمل لما قال لا تصالح أثبت التاريخ إن بالصلح خدنا حقنا. وأنت شايفة كده إن إحنا خدنا حقنا؟ جزء منه. نشوف بقى طريقة تانية ناخد بقية حقنا. هي دي السياسة يا طارق. مش لازم يعني نبقى بربر عشان نعرف ناخد حقنا. لا 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 لا. القعدة كده قلبت مغبرين. كده عيب قوي يا طارق. لا عيب ولا حاجه. سلام يا بتوع التصالح. خد بالك انت كده بتهرب من مناقشه ودي مش روح. سيبيه يمكن يهدى. يا ستي فدرسنا اليوم عن كيفيه اصلاح الحياه. الحياة اللي لهيانة، الحياة اللي سرقانة، الحياة اللي واخدانا من الدين ومن العبادة، الحياة اللي كل مادة بتبوظ زيادة وبتتلخبط زيادة وبتتعقد زيادة، الحياة اللي ما عادش فيها أمان. طب ليه ما عادش فيها أمان؟ لأنه ما عادش فيها إيمان، وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. اذكر الله. قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. يعني إيه جعل الفناء لها قرينة؟ يعني اللي عايش ما عندهوش دين عايش والعياذ بالله في خواء، في فراغ، عايش ميت. سمعوني الصلاة على حضرة المصطفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم. إزاي تربي أولادك
ما هو انت المسؤول الاول عن ولادك وعن اهل بيتك، لان اهل بيتك دول رعية، وانت ايه؟ انت ايه؟ الراعي. واحد منكم هيقول لي ما هو برضه يا استاذ تمام العيال مكبوته ما بتخرجش، اقول له هذا قول باطل. واحد تاني يقول لي معلش العيال بيدخلوا النت عشان يشوفوا الدنيا، اللي بيدخل النت بيشوف الرذيله والنميمه وقله الحياه، اللي بيدخل النت بيخرج من الدين. النت يا مسلمين معقل الشياطين. واحد تاني هيقول لي ما يا استاذ تمام البنات عشان يتجوزوا هم لازم يخرجوا عشان العرسان يشوفوهم، او على الاقل يدخلوا النت عشان الواحده فيهم تستلقط عريس يجي ياخدها. اقول له خدك ربنا يا سيدي. استغفر الله العظيم، عريس ايه اللي هياخدها؟ امال امك وابوك اتجوزوا ازاي؟ وستك وجدك اتجوزوا ازاي؟ ستك وجدك اتعرفوا على بعض في الفيسبوك؟ لا ما كفاش. كانوا بيعملوا شات؟ ستك وجدك كانوا بيعملوا شات مع بعضيهم ولا ايه؟ لعنة الله على الفيسبوك وعلى كل اخواته البلتوك والماسنجر وكل بدعة جديدة، ولعنة الله على الشات واللي بيعملوا الشات، ولاد وبنات ورجالة وستات. كبده انت كمان؟ لا يا اختي كبده ما بتحبنيش. اختي انا باين نسيت البوك بتاعك في الفرشه هناك. انت يا وليه بتاكلي تطوره؟ يلا بينا نروح نجيبه بسرعه قبل ما حد يلقط. لا 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 انا اروح ايه؟ روحي انت. انت برضه تروحي تشوفي بيتك. روحي لا هاجي معاكي حد يلقط. يا اسمعي كلامي بس، انا كده هجري كده واروح اجيبه واجي. طب هاتي القفص انا ارميه لك في الحوش. طيب يلا يلا. سلام. اجري بسرعه الرب حارسك. خشي. قلقتيني عليكي ياما، خالتي سعداء قالت لي انك نسيتي البوك في الجامع. لقيته ساب الباب مفتوح ليه؟ دي البت سعاد كانت قاعده معايا ونسيت تقفله وهي ماشيه. ايه ده ياما اللي في الكيش؟ الكيش ده على شويه خضره. خشي نامي مش مكفيكي ساعه. يلا اديني داخله اهو. صباح على خير. جوز عم يا بيه عبد الباسط والطبلاوي معايا السوديس. جوز عم عبد الباسط والطبلاوي. اجزاء السيره اجزاء السيره أجزاء السيرة يا بيه. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك مش 10 لا يا أخويا أنا بشتغل، حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك.
عبد الباسط والطبلاوي. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقه يا امه، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتح عليك. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت. ده انت جاحد. عايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه يومين اغسلنا فوخه. صوره الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان اول مره تضرب حد بالنار. اه وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبته كوم عيال. انسى بقى ابو صلاح انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخوي لحسن من ساعه الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. اه بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا ام سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. اه بنت بتسعى بشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شارب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. اه بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. تعال مروق بقى انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا اكسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. النهارده اول الشهر. ايه في حاجه؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل اول شهر والنهارده اول الشهر. فبقعدي جنب التليفون بقى لما يحن عليك. حتى لو حن التليفون مش هيرن. ما دفعناش الفاتوره. بكره ادفع. كل يوم تقول لي بكره وما بتدفعهاش. الفلوس بتتفق على الفاضي، لا حد بيرن علينا ولا بيرن على حد. طب خلينا قاعدين بوزنا في بوز بعض كده. وبعدين معاكي بقى يا سعديه. اقول لك قومي روحي لبنتك ناديه. اروح اعمل لها ايه؟ قطيعه تقطعها هي وجوزها. هتخش رجلك ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مقطوع. تصدق عندك حق. انا هقوم امشي رجليا واروح لها. بابني كلب ما عندوش احساس. وادي دجني هي لو اتصل. اجيب لك حاجه تاكلها معايا؟ لا هاتي لنفسك. ماشي انت حر. ازيك يا بشار؟ اهلا ياما. خد يا حبيبي. يا بنت كبرتي وخرات البنات خرتك. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ خد يا حبيبي. يا ماما منوره. حمادتك بتحب تعالي اقعدي كلي. لا يا اختي انا مش جايه اتضايق. انا جايه استنى تليفون اخوكي وجايبه اكلي معايا. يا ياما هو انت كل مره تجيبي اكلك معاكي؟ انا حالفه ما اكلش عندك وانت عارفه ليه؟ طب خلاص عشان العيال. ما هي ماما ست بوش واحدة، أمال أبويا بيقول عليها بوشين ليه؟ أنا بوشين أنا؟ ده هو اللي بميت وش. معلش يا ابني خضيتك وأنت ما عندكش ذنب. ده أبوك قال كده يا واد يا كذاب؟ أيوة يا أما وأنت اتخانقتي معاه. طب اتنيل كل وأنت ساكت. أجيب لك شوية دقايق يا أما؟ لا يا أختي جيبيها لنفسك. اتصل بقى يا ابني خلينا أغور من هنا. قومي يا بنت أنت وهو، قوموا. أنا ما عملت حاجة. أبو تسموه بعد ستكم ما تمشي. يلا. لسه محرج عليك تجيني انت وعيالك؟ يما بقى طلعيه من دماغك بقى يما. مش قادره ادي عليه عشانك وعشان العيال. اقول ايه؟ هنتفها لفوق هتنزل في عبينا، هنتفها لتحت هتنزل في حجرنا. اخوكي. الو. ايوه يا حبيبي. سوري ايه اصله ده؟ ده واحده ست. توريني كده. الو بتتكلم خواجاتي. الو اللي سوري سوري ده ليه يا مرات عادل ياما؟ قولي له ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه؟ قولي له ان انا مش عايزه اكلمه ولا عايزه اسمع صوته. الو الو الو
مالك يما؟ لا ليا بخت لا في وهاد ولا في بيت. تلاقي عادل مشغول يوم ما انت عارفاه؟ دي مكالمة في الشهر وانا داخلة على 14 ما سمعتش حس. الواد خلاص نسيني. يما ما تقوليش كده، عادل عمره ما هينساكي. هو انا نصيبي كده؟ ابوكي قال انه مش هتصل، انا اللي ما صدقتوش. القصد اما اقوم امشي. ماشية رايحة فين؟ خليكي قاعدة معايا والنبي يا عمي. سيبيني على راحتي يا بنتي. طب اجي اوصلك؟ لا يا اختي خليكي قاعدة مع عيالك، بكرة اكبر وتشحتي الساعة اللي هتقعديها معايا. ما تحفوش في الاكل. حاضر. خلينا اصرف كده ببيت طويل عريض ومخلف تحت، لا بيصد ولا بيرد. يابا انت هتطفحني اللومة اللي باكلها ليه؟ شوف الواد بيرد عليا ازاي. ما انت قليل الحياة، ما بتحسش انت ومراتك فاتحين بقوك وعمالين تحس في الاكل. قومي يا وليه قومي، ده هيقتتنا على بجنيه فول. مالكش حق يا راجل، تعالى يا بلال كمل عشرة. شوف الواد بيصد الباب ازاي، ما هو مش حاسس بحقه. ولا يهمك يا اخويا. حلو بجد. اقعد كلك لقمه. وما خلاص هيورثيني بالحياه. هو حد يا اخويا بعد الشهر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقه دي غيري انا وابنك اخر العنقود ده؟ هو عاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده. خلاص بقى يا بلال، مهما كان ده ابوك برضه. هو على الاقل عد يعرف يتصرف. بتنيم الواد بقى لحسن الواد ده عكر مزاجه. ما هو عارف انها ملطشه معايا، بيذلني عشان لقمه بيطفحاني. امال لو زي الناس اللي سايبه لاولادها بيوت وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي ام وائل اللي قاعده جنبه دي هي اللي مقويها عليك. ده انا لسه الصبح سايب له 50 جنيه، لحق ينساها بالليل، طب اعمل ايه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش. خلاص بقى يا بلال، اقعد كلك لقمه عشان خاطري وصلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. معلش يا ريت، أنا مخنوق وماليش نفس وعايز أخرج. ومال؟ أخرج يا أخويا، أخرج. خد. امسك يا. خد. امسك يا. امسك عادل يا هلا. أهو. عادل يا معلمي. أظبط نفسك. السلام عليكم. الله. انت مش قلت انا مروح انام؟ وانا اعرف انام طول ما مرات ابويا في البيت. ما طبعا انا صاحبك جالك الشغل ده هيتحرق في الفرن باذن الله. يا عم انا ماشي، ده مفيش حد في الحاره طايقني. خد يالك. ليه كده بس يابا؟ ده ابوه لسه طارده. بتضحك معاك شويه، اعتبرني زي ابوك. خلاص يا حاج سيد مش زعلان. خد يالا. ها بقول لك ايه؟ روح وراه لحد الفرنه لحسن الشغل يتحرق زي امبارح، فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي يابا. يلا ماشي. الله. يا جماعه ابعد عني بسرعه. في ايه بس؟ اخويا صلاح في الكليه. يلا ابعد. اخواني احنا اطباء العلاج الطبيعي، مهما حاولوا يفردوا علينا وصاياهم. يا جماعه اللي خايف او مش مقتنع بنحاول يروح. فين؟ هات عنك. مش قال الشغل ده كله لوحدك؟ امال حفظي فين؟ عامل فيها اخوكي وذكر. عجينه يا كيمو. خد اخويا خلص الشغل ده. حاضر يا كيمو. بسرعه النبي عجينه. حاضر يا كيمو. ما تقعد. ايه؟ هجيب لك حاجه ساعه؟ لا ساعه ولا سخنه يا اخويا، بيت عني شويه. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ الناس واخده بالها. ريت امتى بقى نقعد انا وانت في حته لوحدنا كده ما حدش يبص علينا؟ لما كون نفسك يا اخويا وتشتري شقه. ما انا قلت لك كذا مره قبل كده تعالى نتلم انا وانت في بيت ابويا وانت ما فضيتيش. تغرزني في الحاره تاني يا كريم؟ انا خلاص زهقت عايزه اغور من هنا.
ما الحب حب يا بنت، الحب مليان تضحيه. شبعت يا اخويا تضحيه، انا خلاص زهقت، عايزه اشم ريحه نظيفه، كرهت ريحه الفرن والبوريك وريحه الحاره. يا بنت يا بنت، حته صغيره قالت لي امنا، اسمع كلامي بقى ما تتبطريش على النعمه. يا بنت بقى ابعد شويه، متفكي بقى. يا علينا معلش يا كيمو بقى شوية كده، وأنا هودي لك الشغل لحد البيت قبل. ماشي حاضر يا كيمو. ده حتى عجينة مش لاقي يشوفنا مع بعض، تقول لي عش صغير؟ خليك أنت يا أخويا في العش صغير لحد ما تموت. سلام. سلام. صلاح احنا بندافع عن حقوق. ايه فاهميني؟ انا دخلت كليه العلاج الطبيعي وحلم عمري ان انا اكون دكتوره. وان شاء الله هتبقى دكتوره، مين قال غير كده؟ لا، في ناس عايزه تسحب التخصص مننا وتديه قسم الطب الطبيعي. نازل يا ابني. شكرا انت. وانت شايف الحل بقى اللي انت ترمي كل يوم في الارض، ولا انا اجري المك من الاقسام؟ ما تخافش عليا يا صلاح. انا مش خايف عليك، انا خايف على نفسي وعلى امك زي ما قلت لك، لو حصل لها حاجة وربنا ما هسامحك. قومي قومي روحي، يلا قومي، وحس كعينك اشوفك في المظاهرات. قومي. شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الزبط الزبط منك، له ذاكر ذاكر. في ايه ياما؟ في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. قوم يا واد قوم ناكلهم، يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قشين وعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه، يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى، كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما. سهل؟ مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت قاعد. معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. وربنا معاك. يا رب. فتحي ملك يا اخويا، ملك يا اخويا، فيك ايه؟ قوم. تعبان يا سناء، مش قادر اروح. يا لهوي، ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي، قمت جيت لك جري. طب قوم قوم اتسند عليا، مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء، سكاكين بتقطع في ظهري. لا حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ليه تعب الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه؟ البرشام بيتباع في الروشته ب 10 جنيه وبيبيعوا للمدمنين ب 40 جنيه، هيدهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه، بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله، ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش، قوم يا فتحي قوم، بس استحمل، قوم اتسند عليا. عارفه يا واحده بس هتريحني، انا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا اخويا اتسند عليا. يا رب. قفلنا يالا، زق عجلك بدل ما اخرج الطاشر. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا. حتى بالمؤاخذه بقول انا ما خدتش بالي والله. ولا يهمك. اتفضل يا مولانا. اتفضل. اتفضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت انا اطمن لا يكون في حاجه. لا ابدا، سلام ده كان سلام، انا كان عندي بس شويه جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوه. اتفضل يا مولانا. اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقة يا دكتور أنا قلت بالمرة أسألك في موضوع شاغلني كده شوية. خير؟ لا خير إن شاء الله.
أنا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طلاوة. أيوه عاوز شريط ولا علبة؟ لا 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 عاوز إيه يا دكتور عطية؟ أنا عاوز أعرف هو البرشام ده بيعمل إيه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره، فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. يعني هي الناس ناقصه دي؟ الناس ما بقتش دريانه. ده بعيد عندك يهرج جد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب اتكل على الله انا بقى. اظن بقى ده يعني موضوع خطبه الجمعه الجايه، مش كده ولا ايه؟ يعني ربنا يسهل ان شاء الله. اكيد خلي الناس تتوعى. ما بلاش. بلاش للعيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامه يعني ولا حاجه كده، ما انت عارف. لا لا ما تخافش، انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطيه، انا فاهم كل حاجه، اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. ليتين بس يا رجاله. دي اللي جابك هنا عاوز ايه؟ صعباتي ولا ايه؟ شافلي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت تعرف، بس بستعمل جاي اشوفك يعني فيها حاجه دي. انت ايه ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. مسكي مسكي، ادي 20 جنيه. ايه يلا روحي بقى، روحي ولمي نفسك. احبك يا شوي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت؟ انتي مالك ارجع امتى؟ انتي مجنونه يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالك، انا هولع في نفسي، هموت في نفسي هنا. يلا بنت بقى يلا امشي، ما تخنقنيش. بعد الشر عليك يا بنت. امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان يلا 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 يلا. ازيك يا عم بركه؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابه عصابه يا ولد. يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحه الدنيا ملبشه اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الجد بيشوخ فيا عشان القرف اللي مرمي على الارض ده. ومين دول عصابه؟ لو انا جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بقول له النور عشان يدخل له. يلا سيبك منهم، العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة جيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو. يا سوسو. معلش الدنيا اصلها معتمة اليومين دول. هكلمك انا حتة. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غير ماتش؟ تعال للشيفشينج. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طب ما تشرب الشاي. اشرب. طب انا هجيب النهارده الكمبيوتر. بتجيب حد عايشك؟ بيطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاتوا. على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا العلق. هجيب لك الاقل. عصابه.
استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. قدام المحاصيل. دي شويه شباب بستلزق بيه. وبعدين خلاص جت عليا انا. ده انا بجري على ايتام. بس يا بت. صلاح. يا باشا. شوف لك سالفه في المحضر ده وانا اندمج يا حمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص انت يوسف روح انا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورتها. البدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان محدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد قبل شطاره. على 11 كده في نقلة ردم، صحصح معايا. بره ولا جوه؟ بص هم دافعين للحي حق نقلة وهم خمس نقلات. ايوه كده حركنا، خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. مين اللي يرفع الردم؟ انا هبعت لك قايلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقلة. 20 جنيه؟ كتير. حلو، ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربية الزبالة دي ونشوف لنا حتة عربية أجرة كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوة بس أنت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومة. صباح. ألو. أه صبوحة. أي يا عبد الله، الحنوم بيتعمل قوي. معرفش أنا مالها الكبت هيخلص. أنا بيجيني في ألو. ألو. آه. خلص. يا رب. استحملي ياما. مش قادر يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. قومي ياما البسي. مش قادر. قومي البسي يا عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادر اتحرك يا بنتي. قومي ياما اسم الله عليكي. الحقيني يا بنت. اللي جرالك بس ما انت كنتي كويسه. مش عارفه يا اختي. تعالي ياما. مش قادره اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما، ان شاء الله خير. دكتور قال لي الكلى تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي على قومي يا بنت. اسندي عليا ياما. اعمل لك حاجه تاكليها؟ مش نفس. قومي ياما. يا لهوي. طب البسي ياما. البسي. الحقيقة. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود اتقطع مني ياما وانا داخله بالحمام. ده بيتدخل بالحمام هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استني. اسندي احمر احمر. يلا يا بنت. البسي ياما. امري لله. يلا يلا. لا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانت بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره. اطبخي يا جاريه منين يا سيدي. والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصه في الراحه وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا بس. ايه ده؟ انت خلاص قلعت الاسود يا ست ساميه؟ لا لا يا اخويا انا بس كنت بغسل، هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه؟ توك ما افتكرت يا اختي ساعة ابوك الله يرحمه يعني ما حدش شاف وشك.
الدنيا تلاهي يا سعيد. وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك يا اختي؟ اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد، عايزاه. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له التورب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل ان كنت اخوات اتحاسبوا. الحساب يوم الحساب يا اختي، انا مش هفتح بقي بكلمه الا بعد الاربعين، حسب وصيه ابويا الله يرحمه. لو كان ابوك قال لك استنى الاربعين. قال لي روحي اساليه. ماشي يا سيد، نستنى الاربعين، اهو مش بعيد، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقه والساعه والثانيه. اسم الله عليك، فوتوكوا بعافيه. الله يعافيكي. احطي دخلتي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. حاسبك في بيت ابوكي؟ انت اللي قلبك كله سواد. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا اما. اسمها سلام عليكم يا اخوي، انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاجة. يا سلام، التارية يا اخويا التارية. صفية عاملة ايه؟ بعيد عني جمة، الكلى بتاعتها مفشفشة. معلش يا اخويا، عندها واحدة تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطلي المعاش؟ وكان معايا، ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. امال اسود يا رب. اهم اتفضلي يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همدي ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك؟ ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مره يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرته. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد؟ انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكونوا عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمه الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شويه بقى، الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا قدر الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. يا مولاي. ايه يا اما؟ في ايه يا اما؟ في حاجة يا جدع؟ لا مفيش. مادام مفيش، بتحوم ليه حوالين المنطقة؟ قلت لك مفيش حاجة يا خفيف. أنت عبيط يالا، ما تنطع أنت منين؟ جرى إيه يا بلال؟ جرى إيه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القاس. لا مؤاخذة يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. مؤاخذة. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة، الواحد نفسه مقطوع طول النهار مش شاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن، اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابويا.